لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا محيي الزوار يا أبو علي، ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي، فنفوز والله فوزا عظيما. رحلوا وما رحلوا أهيل ودادي، إلا يا بحسن تصبري وفؤادي، وخليت منازلهم فها هي بعدهم قفرا، وما فيها يا سوى أوتادي تأوي الوحوش بها، يا فسرب رائح بفناء ساحتها، يا وسرب غادي يا دار، أين مضى ذووك أمالهم بعد الترحل عنك، يا 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 معادي، ولقد وقفت بها يا وقوف موله، وبمهجتي للوجد قد حو زنادي، يا دار قد ذكرتني بعراسك القفرة، عراس بن النبي الهادي، لما سرى عنها ابن بنت محمد أويلي بالأهل والأصحاب والأولادي، مذكاة أبوه بنو الشقاء نقدم أويلا، فليس لنا من إمام هادي، لكنه مذ جاءه يوم غدروا به أويلا، واستقبلوه في ضبايا وصعاد، تبا لهم من أمتي لم يحفظوا عهد النبي بآله الأمجاد، قد شتتوه يوم بين مأسور ومقهور أولا، ومنحور بسيف عناد، هذا
يخشى مرة وذاك بكربلاء وبطوس ذاك وذاك في بغداد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال سيدي ومولاي أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه، الحمد لله وما شاء الله ولا قوة إلا بالله، خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني لأشنافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أن ألاقي بين النواويس وكربلاء، وكأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يومين خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائك ويوفينا أجور الصابرين، ألا من كان فينا باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه، فليرحل معنا إنني راحل مصبحا إن شاء الله. هذه الخطبة يبليها تقريبا 3 محاضرات أو 4، بس أنا بقدر ما يتسع له المجلس إن شاء الله راح نشرح بعض الأمور. أول شيء قال الحمد لله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الإنسان عندما يفتح عينه يرى أنه في بحر من النعم، شنو الموقف تجاه النعمة؟ انت حين عندك عين، ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين؟ انت قاعد تعيش في نعمة الله، كل ما عندك من الله، هاي الصحة من الله، هذا الشباب من الله، حتى المال اللي عندك بعد من الله، أصلا انت وجودك هذا جاي من الله. أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ ها؟ الله اللي هو سواك في الرحم، أنت سويت نفسك لا. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، هذا الماء الدافق من اللي سواه؟ من اللي صنع؟ الله صنع. حدرتني ماء مهينا في صلب متضائق العظام، زي العابدين يقول سلام الله، إلى رحم ضيقة سترتها بالحجب، تصرفني حالا بعد حال. من اللي يأتي لك بالغذاء وأنت في الرحم؟ من الله. فأنت كل ما عندك من الله. الله يسوق لك الرزق
وأنت نطفة في الرحم، نطفة فعلقة فمضغة، فعظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. كلمنا، جعل لك السمع والأبصار والأفئدة. زين انت حين في بحر من النعم عايش، الله شنو يريد منك؟ الله بس تشكر النعمة في أمان الله مع السماء، ما يبي منك شيء. إذا ما تشكر النعمة مو لصالح، تتضرر أنت. شوف الآية شو تقول، سورة الدهر: إنا خلقنا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. أنت ما كنت شيء. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه، احنا جعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل. شنو الهدف؟ إما شاكرا وإما كفورا. أنت المطلوب منك بس تشكر. عقلا كل العقلاء يتسالمون على أنه يجب شكر المنعم، صحيح؟ يجب شكر المنعم. وبعدين الله يقول إذا أنت شكرتني أنا بزيدك، ما بتضرر أنت، ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فأنت المطلوب منك أن تشكر الله، قول الحمد لله. هاي الحمد لله، شنو الفرق بين الحمد لله والشكر لله؟ الحمد لله سواء كنت في سراء أو ضراء أو شدتين أو رخاء، تشكر الله على كل حال، حتى لو كانت أحوالك مو زينة متضرر بعد اشكر، أحمد الله. الحمد مطلقا في مقابل النعم والنقم، لكن الشكر لا، مخصوص للنعمة بالذات. بس الحمد لله لا، ثناء جميل على كل ما يأتي من الله. ولهذا إذا صار عندك فد حدث سلبي لا تشمئز، لا تتشائم، لا يكون هذا الحدث يبعث عندك نوع من الاشمئزازة وعدم الراحة، لا، قول ما شاء الله. ما شاء الله لا ما شاء الناس في الدعاء، ما شاء الله وشنو؟ وإن كره الناس. واضح لنا؟ وإن كره الناس. أعطيك مثال، أعطيك مثال. يوسف الصديق أخذوا أخوانه حسدا، حسدا، والحسد احنا مبتلين به، كل إنسان عنده نعمة محسود. ولهذا عدنا في الحديث: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. واضح لما واضح؟ أنت عندك مليار ريال، لا تقول للناس أنا عندي مليار ريال، لا لا غلط، تحسد، تضرب عين، والعين حق. ترى عدنا في الحديث إن من العين ما يدخل الرجل القبر ويدخل الجمل القدر. نعم، ثلاثة أرباع الموتى لو يحيون من جديد، أكو رواية، لو يحيون من جديد شنو سبب موتكم؟ لقالوا من العين والحسد. موجود هنا العين مؤثرة. ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. أنت ليش عندنا مستحب أن الإنسان يعمل العقيقة للطفل؟ لدفع البلاء عن الطفل. يأتي شخص يشوف الطفل حليو ولطيف، عين ما صلت على النبي، ما يقول ما شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد، حليو ولدكم، لا، يقول ما شاء، ما يقول جميل عيونه هالشكل، أوه. يوم ثاني شوف يصير، يقول عين ما صلت على النبي. لكن أنت من تسوي له عقيقة؟ يستحب تذبح خروف تطعم المؤمنين، هذا العقيقة تدفع البلاء عن الطفل. ولهذا أنت تقول في العقيقة: لحمها عن لحمه ودمها عن دمه وشعرها عن شعره.
الواحد لازم يسلح بالصدقات بالكتمان. اكتم ذهبك ومذهبك وذهابك، حتى مذهبك بعض الأوقات يمكن يتطلب الحال أن تكتمه على الآخرين، مذهبك الديني. المهم خذوا أخوانه حسدا، وين ذهبوا به؟ ذهبوا به إلى الصحراء، ضربوا الذوب، نزعوا منه ملابسه، ألقوه في غيابة الجو. هذا العمل زين لا مو زين؟ مو زين، ظلم يا أخي، تظلم الولد، قاعد تأذيه، قاعد تضربه، تعتدي عليه، خليته في سجن انفرادي في غيابة الجوب، هذا حرام، هذا ما يجوز، لا يرضى الله، لا رسول الله. هذا بس بالنسبة ليوسف، صحيح هو شاف هذا الحدث، أذوا أخوانه، خلوه في غيابة الجوب، هو هذا الشيء يكرهه، ما يريده يوسف. واحد ما يريد ينضرب ويخلونه في غيابة الجب والسجن، ما يريد ده الشيء، يكره ده الشيء. لكن في صالح يوسف لو مو في صالحه؟ في صالحه. الله مخطط ليه انه يطلع من غيابة الجب يخليه ملك مصر. واضح لو واضح؟ لو ما صار ده الحدث هل ممكن يوصل الى ان يكون ملك مصر؟ لا. فشو تقول؟ تقول ما شاء الله وإن كره الناس، وإن كان يوسف يكره هذا الشيء، بس هذه إرادة الله. واضح شلون؟ الخير فيما وقع بالنسبة ليوسف. أولئك مجرمين، إخوانه مجرمين، أخطأوا، لكن ده الخطأ في حق يوسف تحول لصلاح ليوسف، مو لضرر ليوسف. فأنت بعض أوقات تشوف في حياتك فد قضية، حادث صار عندك، مرض صار عندك، مثلا رحت بتخطب امرأة ما عطوك، تحبها تريدها ما عطوك، سلم قول الحمد لله، لعل الله يدخل لك امرأة احسن وافضل وضمن ظروف افضل. قول دائما ما شاء الله، قول دائما ما شاء الله. وبعلمكم دعاء، هذا الدعاء حقيقة جدا مفيد ودوة، بس يكون تقرأ 10 مرات. هذا الدعاء إذا أنت تقرأ يوميا 10 مرات في الرواية حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، الله يغفر لك 4000 كبيرة ذنب، والله يخفف عنك سكرات الموت، ومن دعا به يفرج همه ويكشف غمه ويقضى دينه. يعني هم آثار لغفران الذنوب، آثار لتخفيف سكرات الموت، ويفرج همه ويكشف غمه ويقضى دينه. 10 مرات تقرأ يوميا، كل 10 دقائق ما يصير. شنو الدعاء؟ كلمة ما شاء الله هذه اللي قالها الحسين، الحمد لله ما شاء الله، ضمن ده الدعاء. أقرأ لك بصوت، بس صل على محمد وآل محمد. أعددت لكل هول لا إله إلا الله، ولكل هم وغم ما شاء الله. لكل هم وغم شو تقول؟ ما شاء الله، وانت مهموم ومغموم. أعددت لكل هول لا إله إلا الله، ولكل هم وغم ما شاء الله. أعددت لكل هول لا إله إلا الله، ولكل هم وغم ما شاء الله، ولكل نعمة الحمد لله، ولكل رخاء الشكر لله، ولكل عجوبة سبحان الله، ولكل ذنب أستغفر الله،
ولكل ذنب استغفر الله، ولكل ضيق حسبي الله، ولكل قضاء وقدر توكلت على الله، ولكل عدو اعتصمت بالله، ولكل مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، ولكل طاعة ومعصية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حلو، ل11 نقطة، ل11 مشكلة، لكل هول لا إله إلا الله، هم وغم ما شاء الله، نعمتنا الحمد لله، رخائنا الشكر لله، اعجوبة سبحان الله، ذنب استغفر الله، ضيق حسبي الله، قضاء وقدر توكلت على الله، عدو اعتصمت بالله، مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، لكل طاعة ومعصية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مقابل 11 حدث في ذكر، انت طبقة هذه واقرا بصوت، اقرا وانت قلبك متعلق في معاني الكلمات، لا تقرا وحواسك في السوق او في البناء، لا لا، عندنا في الحديث ان الله لا يقبل من قلب ساه. طبعا ان شاء الله اذا صار توفيق ليله العاشر راح ابحث لكم في بعض المواضيع، الخشوع في الصلاه، شلون انسان يحضر قلبه في الصلاه، بس لما تقرأ اقرأ وانت في كامل التوجه، هذا مفيد، هذا واحد، هذا دواء واحد، هذا واحد. بعد بعلمك دعاء ثاني، ليش انا اكد على القضية دي؟ ليش؟ لان الحسين سلام الله عليه هم مأكد عليه. شوف ليلة العاشر من محرم كان عمر بن سعد يريد يهجم على المخيم، يريد يهجم يعني يمارس الحرب ضد أهل البيت، فأرسل الحسين سلام الله عليه العباس، قال اركب بنفسي أنت، يعني أنا أروح لك فدوة، أنا الحسين أروح فدوة العباس، هذا مقام العباس. قال لهم شوف شو عندهم، فرجع العباس فقال للحسين إنهم يريدون الهجوم، فقال الحسين ليمهلونا سواد هذه الليلة، فإن الله يعلم، يقول لي يمهلونا سواد هذه الليلة لنصلي لربنا ركعات، فإن الله يعلم، هاي التأكيد، فإن الله يعلم بأني أحب الصلاة له وتلاوة كتابه وشنو وكثرة الدعاء والاستغفار، نص على كثرة الدعاء، والدعاء سلاح المؤمن، واضح لمن انت محتاج في حياتك للدعاء. طبعا اللي اقول لك انا هذه مجربينها، ما اقول لك انا عن فراغ، لا، في تجارب صايرة عليه. في دعاء ثاني هم كلمة ما شاء الله جاية فيه عن الامام الرضا سلام الله عليه، بس هذا يدعى في وقت خاص، ترى الاوقات لها دور في استجابة الدعاء، المكان له دور في استجابة الدعاء، يعني أنت لما يقول لك روح ادعو تحت قبة الحسين دعائك مستجاب، له دور حتى تحت المنبر، هذا ده يعتبر هم قبة للحسين سلام الله. والحسين أكو رواية على الإمام الصادق، الحين الحسين في وين؟ الحسين مو في قبره، لا، الحسين عند يمين العرش مع رسول الله وأم فاطمة وعلي أبيه، وينظر إلى زائريه والباكين عليه ويستغفر لهم الله، ويطلب من أبيه وأمه أن يستغفروا للباكين عليه ولزائر. الحسين يحبك، أنت يريدك الحسين، فكثرة الدعاء مهمة. هذا الدعاء أقول لكم الرواية مالته، وأنا مجربني وعطيت ناس وجربوا واستفادوا،
احنا عندنا مشاكل كثيرة في الحياة في الدنيا، مشاكل كثيرة يبي لنا حل. الحل عند الله موجود، بس انا مو رايح يم الله، ما قاعد ادعو الله. هو الله يقول ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم، يعني الله ما يلتفت لكم، ما يهتم فيكم لو ما تدعوني. ادعوه شوف شو سوى. حتى يوسف الصديق لما كان في غيابة الجوب، صحيح هو الحدث لصالحه، لكن ما طلع إلا ببركة الدعاء. جلي جبرائيل قال لي يوسف تبي تطلع؟ قال إيه أم باطل. قال قل، وهذا بعد يفيد التوسل بمحمد وآل محمد، قال قل اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد عليك، صل على محمد وآل محمد، واجعل لي من أمري فرجا ومخرجا، وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب. خلص الدعاء، جت السيارة، القافلة، وصال لين. دعاء مهم، دعاء مهم. هذا الدعاء يقرب على الصلاة الصبح. طبعا نصيحة لوجه الله، وأنا أوصي بها نفسي وأوصيكم، والقرآن هم يوصي بذلك، حاول قدر الإمكان أوقات الصلاة حافظون عليه. أصلا عندنا رواية، امتحنوا شيعتنا في ثلاث أمور: في محافظتهم على أوقات الصلاة، ومواساتهم لإخوانهم بالمال، وذكر الله على كل حال. إذا تبي تعرف الشيعي هو هذا الشيعي، يحافظ على أوقات الصلاة، ويواسي إخوانه بالمال، ويذكر الله على كل حال، هذا الشيعي. وليه بعد مواصفات أخرى؟ حاولوا تحافظون على أوقات الصلاة، خصوصا صلاة الصبح، ولو الواحد يقعد قبل الوقت خمس دقائق يستعد للصلاة. هذا الدعاء يقرأ بعد صلاة الصبح، حقيقة كنز من الكنوز. يعني أنا قاعد أشر لكم لكنوز موجودة حقيقة، بس الواحد ممكن يكون غافل عنها في بعض الصلاة. هذا الدعاء إذا تقرأ بعد صلاة الصبح، شوف الفائدة مالته شنو. عن الإمام الرضا سلام الله عليه يقول: إن من دعا عقيب صلاة الصبح بهذا القول ما سأل الله حاجة إلا تيسرت، وكفاه الله ما أهمه. بعشتبه. عندك حاجة هم تتيسر الحاجة، هم الله يكفيك ما أهمه، وأنت مهتم في شنو الله يكفيك ذيك الحاجة أو القضية. شنو الدعاء؟ اسمع الدعاء: اللهم صل على محمد وآل محمد، بسم الله، وصلى الله على محمد وآل محمد، وأفوض أمري. طبعا هذه آية قرآنية، الآية هذا الدعاء شامل لآيات قرآنية. بسم الله، وصلى الله على محمد وآل محمد، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين، حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا ما شاء الناس،
ما شاء الله وإن كره الناس. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الله رب العالمين، حسبي من هو حسبي، حسبي من لم يزال حسبي، حسبي من كان مذ كنت. يعني انت نطفة والله كافنك. حسبي من هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي من كان مذ كنت لم يزل حسبي. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حلو. واحد مسوي لك مكر تقول وأفوض أمري إلى الله، الله يدفع عنا المكر، يدفع المكر. الآية تقول وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، شنو النتيجة؟ فوقاه الله سيئات ما مكر، لدفع المكر ولرفع الهم والغم. لا إله، يونس في بطن الحوت، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، يا ظلمات، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت. هذا أي سجن انفرادي ده؟ منو اللي هناك في بطن الحوت؟ لا كهرباء، لا ماء، لا خدمات، لا أكل، من ليه؟ ولو تب انت تطلع من بطن الحوت، هذا البحر كم حوت فيه؟ شلون تب تنقذه؟ لو تجيب لك أكبر غواصين وأكبر مباحث وأكبر أمن وأكبر قوى إنقاذ في العالم، ما تقدر تطلعه، لازم يفترون على الحيتان كلها وشقون بطن كل حوت حوت، ليه ما يطلعونه؟ صحيح لا مو صحيح؟ لا حقيقة ولا لا؟ أنت تدري في أي بطن؟ تدري في وين الشخص وين؟ ما تقدر. هذا أي هم وأي غم هناك قاعد عيشة يونس. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. شنو النتيجة؟ أنت قول هذا الكلام لا إله إلا أنت، هذا يسمونه الذكر اليونسي، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. النتيجة شنو؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني انتم المؤمنين اذا تدعون بعد ننجيكم من الغم. واضح ولا واضح؟ هذه آية قرآنية بعد. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لما تقول دي الكلمة هذه شنو تفيد؟ تفيد لجلب الغنى ودفع الفقر وعدم المساس بالسوء. ما يمسك سوء، انت خايف في مكان خايف يمسك سوء، قول هاي الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل. شنو النتيجة؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، هذه لشنو؟ لتحصيل الغنى ولدفع الفقر. لم يمسسهم سوء. أنا كنت مرة واحدة كان عندي بضاعة وخايف يأخذونها من عندي، شهد الله وعلي، كتبت هاي حسبنا الله ونعم الوكيل داخل البضاعة دي، والحمد لله طفت وما أخذوا منه. لم يمسسهم سوء. بس يبلك يقين، يعني لما تدعو يكون عندك يقين. هذا عندنا أصلا رواية، إذا أنت تدعو الله عز وجل من آداب الدعاء، إذا دعيت خلي يكون في ذهنك إن الحاجة وراء الباب، يعني تطلع تنقض الحاجة. هذا دعاء يقرب على صلاة الصبح. الله يقول لك شو بيدي،
أنجيك من الغم، من الهم، الغنى، دفع السوء، دفع المكر، كله بيدي. تعال لي أنت، ادعوني، ادعوني أستجب لك. بس شون دعاء؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. لازم تدعو باضطرار، يعني ادعوني دعاء الغريق. شنو واحد غرقان هالشكل كله؟ علاوة على ذلك، حتى الله يستجيب الدعاء، عندنا في الرواية: أطب لقمتك تستجب دعوتك. لقمة الحلال، يكون إنسان حريص أن يأكل من حلال، لا في شبهة، يكون يعرف شنو الموارد المحرمة ويتركها. أكو عندنا إحنا في الحوزة كتاب اسمه المكاسب للشيخ الأعظم الأنصاري رحمة الله عليه، يبين شنو المحرمات، الخيارات. ترى قضية الكسب هذه جدا دقيقة، والناس مبتلين بها حقيقة. كثير ما واحد يأكل حرام وهو ما يدري. وعدنا في الحديث: التاجر فاجر ما لم يتفقه، لأن ممكن التاجر يقع في معاملات محرمة، يرتطم في الربا، في الغيش، في كثير من القضايا. أنت الحين عطيت شغلة لواحد، عطيت مشروع بناء لواحد، قلت له أريد تبني طبق هاي المواصفات، وبني بس مو طبق المواصفات، شوية خربط، شوية زيد ونقص، ما يملك الأجرة، ما يقدر يملك الأجرة، لأن عندنا خيار يسمونه خيار تخلف الوصف. أنا قلت لك ابني حسب ده الوصف، ما بنيت حسب ده الوصف، فأنا الطرف مالك لي خيار اسمه خيار تخلف الوصف، أقدر أفسخ المعاملة لأن أنت ما بنيت حسب الوصف. فالعربون اللي أخذه لازم يرجعه، تدري ولا؟ أو ممكن بعد يعطيك ضرر لأن ما سواه حسب الوصف. مثلاً الحين ثوب، قلت له أريدك تخيطه بهالطول، وهو خيطه قصير، هم خرب الثوب، ما تقدر تلبسه لأنه قصير عليك، عدل ولا؟ هم ما جاب حسب الوصف، بعدين شنو ما تقدر تستفيد منه، يعني القماش راح عليك، واضح ولا؟ هم ما يستحق أجره، هم يكون يعطي ضرر. شقد احنا عندنا من هالقضايا، شقد قضايا كثيرة. الإمام الحسين سلام الله عليه يبدأ الخطبة يقول: الحمد لله، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ليش الإمام يقول ذا الكلام؟ لأن أمام الإمام مشاكل، أمام الإمام مصاعب، أمام الإمام بلايا ورزايا. تمام يا تمام. أكبر إنسان تحمل مصيبة هو الإمام. شوف الأئمة كلهم تحملوا مصايب، بس مو مثل الإمام سلام الله. فالإمام من قال هدي ما قالها اعتباطا، أمامه مواجهات، مشاكل، مصائب. مصيبتكم يا آل طه مصيبة، ورزء على الإسلام أحدثه الكفر، سأندبكم يا عدتي في شدتي، وأبكيكم حزنا إذا أقبل العشر. محرم، محرم يعني مصائب. فالإمام قالها يهيئ نفسه، وهيئ اللي وياه معاه، لأنه مو بس بروحه، وياه حرم، أطفال، شباب، نساء، ذولا كلهم رايحين يواجهون المصائب والمشاكل.
في الطريق، في الطريق الإمام سلام الله عليه يكثر من قول إنا لله وإنا إليه راجعون. احنا قلنا أعددت لكل هول إلى وكل مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون. فسأل علي الأكبر عليه السلام: لماذا تسترجع سيدي؟ قال له: خفقت برأسي خفقة، فعن لي فارس يقول إن القوم يسيرون والمنايا تسير إليهم. هم يسيرون لكن المنايا جايتهم، المصائب جايتهم. فقال له علي الأكبر: أولسنا على الحق؟ قال: بلى والذي ليه مرجع العباد. فقال: أبت إذا لا نبالي أن موت محقين. خلاص إذا احنا على الحق خلنا نموت، نروح إلى الجنة عرضها السماء والأرض. وأخذ الإمام سلام الله عليه يسير 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 إلى أن توقف جواد الإمام. لأن بروح كربلاء اليوم، كربلاء لازلت كربا وبلا، ما لقى عندك آل المصطفى، كم على تربك لما صرعه من دم سال ومن دمع جرى، لم يذوق الماء حتى اجتمعوا بحد السيف على ورد الردى. يا رسول الله يا لو عاينتهم ولا وهم ما بين قتلين وسبا، من رميض يمنع الظل ومن عاطشين يسقى أنابيب القنا. بعد ومسوق عاثر يسعى به خلف محمول على غير وطن، وصريعا عالج الموت بلا شد لحيين. سلام الله عليك يا أبا عبد الله، سلام الله عليك يا ابن رسول الله. وصريعا عالج الموت بلا شد لحيين ولا مد ردا، ميت تبكي له فاطمة. انت بعد بكوا يا فاطمة، وين اللي يواسيني بدمعته على ابن الذي حز ورقبته وظلت ثلاثة ايام جثتها. ميت تبكي له فاطمة وابوها وعلي ذو العلا، قتلوه بعد علمين منهم أنه خامس أصحاب الكساء. ليس هذا لرسول الله يا أمة الطغيان والبغي جزاء. توقف جواد الحسين، بعثه لم ينبعث، زجره لم ينزجر، بدل الفرس، بدل سبعة فراس، ما انطلق الفرس. فقال: ما هذه الأرض؟
ما اسم هذه الآية يا أرض؟ فقالوا تسمى الطيف. هل لها اسم آخر؟ قالوا بلى تسمى نينوى. هل لها اسم آخر؟ قالوا تسمى العاقر. فقال أعوذ بالله من العاقر. هل لها اسم آخر؟ قالوا بلى تسمى يا كربلاء. أولي فدمعت عين الحسين فدمعت عين الحسين دمعت عين الحسين فقال أعوذ بالله من الكرب والبلاء. ها هنا محل ركاب ها هنا تسبى نساء ها هنا تذبح رجالنا ها هنا تسبى نساؤنا ها هنا تحرق خيامنا. وإن كان هذه كربلاء بشرب بلايا ونزلوا ترى لاحت علامات المناية لازم بجانب هالنهار نقضي ضمايا واجسادنا تبقى على الغبرة سليم. سلبوا الحسين جاء بجديل قطع خنصر الحسين وسلب الخاتم. جاء رجل آخر سلب قميص الحسين. جاء آخر سلب قطيفة الحسين. جاء آخر سلب نعل الحسين وإماما وسيدا. واجسادنا تبقى يا على الغبر سليم. كم شاب ما يهنى بشباب يظل معفور وكلنا بثراهم ظل عرايا همالنا قبور. اويلي هذه مصارعنا وعدنا يوم عاشور طير المنون اسمع على راسي نعيبا. اطن بخيام بكربلاء مهجة المختار ودارت عليه جنود ومية وظل محتار. اويلي اويلي ودموعه تصب ودموعه تصب فوق خده شبه الامطار وقبال وجهه ينتخي كبش الكتيبة. ايه ثار برعيدة صاحب الصولات عباس قال للبكي خله يا خويا وارفع الراس لفع الفعل للحشر بيت تحدث الناس. نشف دموع ابو علي وسكن نحيب قال لي وقلبه من الوجيد والحزن مفتوت. الله تدري بأخوك حسين ما يرهب من الموت. شو القضية؟ حزني أبو فاضل على سلب الحريم. زينب تقول فاطمة رأيت رجلا يسوق النساء بكعب رمحه وهن يلذن بعضهن ببعض وقد أخذ ما عليهن من أخمرتين وأسورتين وهم ينادون ومحمدا وعليا وحمزة. جاء رجل وخرم إذن أم كلثوم وأخذ قرطها. الحسين متخوف من هذا. حزني لجل سلب الحريم وحرق البيوت كم أرملة تبقى عقب عيني سليب. وياي وياي ما هاجت أحزاني لجل ذبحة رجالي. إيه بارك الله فيك. حزني يا أبو فاضل على ضيعة أطفال. الله أكبر. ما هاجت أحزاني لجاية لذبحة رجال. إيه
حزني يا ابو فاضل على ضيعت اطفال، وش حال زينب لو بقت من غير والي، وش حال زينب لو بقيت من غير والي، متحيرة بيتام مدهوشة وغريبها، اي والله متحيرة بيتايا مدهوشة وغريبة. وين صارت زينب؟ صارت بين الأجانب، تقول يتصفح وجوههن القريب والبعيد، تمنت الموت. أنا لو ينشر الموت اشتريت أنا تشتايا اخواتي رافقت، انا مشيت درب ما مشيت، مليح من بعد الحسين ومعتصم، انا جل خاطب فادحون وبناء لم. ناديت لما غاب بدر سما الكرم، يا غائبا عن أهله أتعود أيام تبقى إلى يوم الحساب، مغيبة يا الله. إلهي بحق محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل في فرج آل محمد. اللهم اجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا. اللهم اجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية. دعاء مريض، بارك الله فيكم، شكر الله سعيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر